السلام عليكم. اليوم نروحوا إلى ولاية بومرداس وبالضبط في بلدية 14 لنتعرف على واحد من أكبر المركبات لتكرير إنتاج وتكرير السكر في الجزائر، ويعتبر رابع مصنع لتكرير السكر بعد مصنع سيفيتال ومصنع برحال في وهران وكذلك مصنع لابيل في ولاية بومرداس. إذن هذا رابع مصنع وبحجم مركب في عدة أبعاد كبيرة جدا، تابع لمجمع مدار بعد ما كان في الأول من استثمار من شركة نجاوس لإنتاج المشروبات الغازية والعصائر في المشماش البرتقال. إذا الآن هذا الاستثمار الكبير والضخم اللي تنتهي الأشغال به تابع لمجمع مدار العمومي، واللي السعة الإنتاجية دياله هي 1 مليون طن سنويا، نفس السعة كما المركب نتاع سيفيتال. إذا نخليكم تتابعوا التفاصيل ونتجولوا في أرجاء هذا المركب الضخم لإنتاج السكر، وان شاء الله ان شاء الله، وهذه نعاود ندير نداء اللي درته من قبل للمسؤولين، ان ننطلق بجدية في انتاج في زراعة وانتاج السكر، الشمندر السكري وكذلك النباتات الاخرى كالقصب السكري، لتمويل هذه المركبات الضخمة وتكون عندنا استقلالية تامة في انتاج هذه المادة الاستراتيجية والهامة جدا في المنظومة الغذائية التي تستعمل كثيرا في مواد كالمشروبات والحلويات، ويعني فيه كثير من الميادين تحتاج لهذه المادة نتاع السكر. إذا إن شاء الله ننطلق بسرعة وبقوة في إنتاج في زراعة وإنتاج شمندر السكري والنباتات اللي تستعمل كمادة خام في هذه المركبات الضخمة. وأترككم بدون إطالة تتابعون هذا الفيديو الرائع، تصوير رائع عن هذا المركب الضخم الذي يقع في بلدية 14، مركب طفاديس تابع لمجمع مدار. والسلام عليكم.
واش الاستهلاك الصناعي، جينا باش نباركوها ونوقف ونقوم بوقفة تقييمية، لأن سوق السكر في الجزائر اليوم سوق واعدة الحمد لله. باش نعطيكم بعض المعطيات، السوق الجزائرية اليوم عندنا قدرة إنتاجية وطنية مع مختلف 5 منتجين ومحولين لمادة السكر تتجاوز 3 ملايين و 200 ألف طن في سنة، لكن والجزائريين يعني في كل حالات في أحسن الحالات ما نقدرش نتجاوز فيه استهلاكنا إلى 1 مليون و 200 ألف طن في سنة. اليوم طلبنا منهم أنهم يزيدوا ويسعوا، لأنه كان فيه شو نوعا ما اختلال بين السكر الموجه إلى الاستهلاك العائلي والسكر الموجه اللي هو مدعم والسكر الموجه إلى الاستهلاك الصناعي اللي هو غير مدعم، كان فيه نوعا ما يعني تقريبا نقول باللي فيه تفاوت من محول إلى محول آخر. اليوم افتتاح الوحدة هذه في سوق أو في مجمع لابال راح تمكننا أننا نزيد نطلع نسبة السكر المستهلك على المستوى العائلي إلى أكبر درجة، لأن هي الأولوية. لا نقول بأن التصنيع غير ليس أولوية، لأن كل مصانع المشروبات الغازية والغير الغازية، مصانع العصائر، التحويلات، الخضر، الفواكه اللي راهي تحول إلى عصائر محتاجة لهذه المادة. راح يكون فيه تتبع للمادة، مادة السكر منذ خروجها من المعمل من المصنع حتى تلحق للوزير، سواء اللي يخدموا الكازوز ولا اللي يخدموا لي باتيسري ولا اللي يخدموا لي زارتيزان ولا العسل ولا كذا. اذا راح يكون عندنا تتبع الشبكه، راح تكون انفورماتيزي باش نعرفوا لو كيلو اللي يروح للاندستريال على بالنا وشكون، واللي يروح للدوميسيل على بالنا وشكون. اولا باش نقدر نصب، لاننا نستورد نسبه كبيره من الماده الاوليه باش على الاقل نتحكم فيها. من جهه ثانيه ما لازمش نروحوا، باسكو على بالنا باللي كاين فيه بعض المظاهر المشينه في قضيه لو سوكر اندستريال. البقول الجافه موجوده بقوه في السوق. سي فري تعطلنا نوعا ما، تعطلت جماعه الويسي باش تكون عندها شبكه توزيع، لان تعرفوا جيدا ان هذه الشبكه كانت مستغله من طرف خواص، وهؤلاء الخواص كان عندهم شبكات نتاعهم، واليوم راهي توزع بكل. هل فيه مشكل في القمح الصلب او في القمح الليل؟ ما عندناش مشكل. اليوم نفس الشيء بالنسبه للبقول، نمر بمرحله اللي راح تعرف استقرار بدايه من الدخول الاجتماعي. اليوم عندنا منتوج ما يفوق 55 الف طن يعني مكدسات، اللي راح تخرج ابتداء من بدايه شهر سبتمبر ان شاء الله.